صحيح. مش عايزين نتراكم زي العشرات السنين اللي فاتت. العشوائيات بتزيد وبتنتقص من حقوقك وحقوقي. بس انا نفسي يا دكتور مصطفى حقيقي ان احنا يبقى عندنا مصانع اكتر. طيب يعني طالما حضرتك فتحت بقى الكلام انا اذكرك بس في 2011 انت حضرتك عارف قفل كم مصنع في سنه واحده؟ انا فاهم ان وخاصه وقت الكورونا تحديدا. لا 2011 بس يا فندم. لا 2011 قفل 5500 مصنع. طبعا. تخيل حضرتك ال 5500 مصنع دول، انا هقول لحضرتك في المتوسط فيهم 500 عامل. شوف حضرتك، اولا احنا يعني المصانع دي لما اتقفلت للاسف عليها تراكمات ماليه. طب تخوف من الاحداث والانفلات الامني اللي حصل. صحيح. خرج من عندك ورفع علينا قضايا تحكيم دولي. وللاسف النهارده الاثار كل ده اثرت علينا. فانت النهارده علشان عيد التشغيل تاني محتاج وقت كبير، محتاج استقرار مجتمعي. اذكر حضرتك دايما وكل مشاهدين، عارف حضرتك في حاجه بيسموها التصنيف الائتماني. طبعا. التصنيف الائتماني ده يعني ايه؟ قدره الدوله على سداد التزاماتها. طبعا. كل ما بيجي في التصنيف الائتماني الناس بتهتم بالنص الاول بس. ارتفع او انخفض. ما بيبصش على النص الثاني. النص الثاني يقول لك ايه؟ المجتمع مستقر. يعني ايه المجتمع مستقر؟ يعني السوق شغال والناس دي امنه. صحيح. الناس دي امنه يعني ايه؟ يعني عندها قدره في السداد، الناس دي بتشتغل، عندها فرص عمل، فتقدر تسدد. يبقى يا ريت جمهورنا الكريم لما يعي ويشوف الافكار دي او يشوف التصنيف يعني ايه، يعرف ان الحمد لله طول ما الدوله مستقره. واخد من كلمتك في المقدمه ان احنا ايدنا على ايد بعض. طبعا. وقلبنا على قلب بعض. وان البلد دي ربنا حفظها مره والتانيه. لا هيسيبها لكم بقى المره الثالثه والعياذ بالله يعني. ربنا يكتبها علينا يا رب. الله ان شاء الله. اسالك بقى سؤال فيما يخص حلقتنا. اتفضل. الرئيس القادم، وبس عشان نبقى الناس يعني مدركه جيدا يعني. الحروب في العالم كله قبل ما تكون سياسيه او عسكريه اقتصاديه، بس تبقى يعني مدركين الدنيا ماشيه عامله ازاي يعني. التحديات الاقتصاديه كثيره، لكن فيما يخص مصر التحديات الاقتصاديه اللي هتقابل من طبعا ربنا سيكتب له الحكم في الفتره القادمه اهمها ايه؟ لا كثيره. شوف اولا الموازنه العامه للدوله. يعني انا دايما لما اقول لما في حد ان شاء الله هيترشح زي ما الرئيس كده جه عبد الفتاح السيسي، اول ما جه قال لك انا عندي حاجه اسمها عجز في الموازنه. الايرادات بتاعت الدوله دي والمصروفات بتاعت الدوله دي. تمام. وده اول سؤال حضرتك لازم تساله لاي حد. تمام. هتعمل فيها ايه؟ في عجز النهارده. دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين، انت عندك اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنوك وما شابه لذلك. الاتفاق دي اي مرشح هتلتزم بيها ولا هتغير؟ هتلتزم بيها. طب انت النهارده عندك تحدي صعب علشان تقدر تجيب من الاستثمارات ومن الشراكه مع الجهات دي تضخ فلوس داخل الدوله. تمام. صح؟ صح. والا لو لغتها يبقى حضرتك قول لي هتعمل ايه في المشروعات اللي النهارده مفتوحه او بتنتج خلال الفتره اللي جايه. ده تصور تاني. التصور الثالث النهارده ما بيسمى بسعر الصرف اللي هو الجنيه مقابل العملات الثانيه. الناس بتسمع الجنيه قدام الدولار. لا عملات كلها مش الدولار بس. الله يخليك، هو ده المظبوط. الجنيه امام العملات الثانيه. والناس بتسال على الدولار، يا جماعه احنا مالناش دعوه بالدولار والله. احنا لينا عملتنا احنا. هتحسن عملتك. كل ما تحسن عملتك يبقى الدولار والعملات الثانيه دي هتنزل. هتحمل الانتاج والتشغيل يبقى جنيهك ده هينزل، يبقى العملات الثانيه هتطلع. هو ده تصورنا النهارده. هتحسن قيمه الفلوس ازاي؟ قيمه الجنيه ازاي؟ قيمه الجنيه ده اللي هو بنسميه المردود على جيب المواطن. ما انت النهارده لما تحسن حضرتك الجنيه يبقى الجنيه ده هيقوى، تقدر تشتري بيه شويه حاجات زياده. يبقى انت هتوفر للمواطن. صحيح. صح كده؟ طبعا. ده جانب في غايه الاهميه. الامر الثالث كمان ان احنا النهارده التزاماتنا مع صندوق النقد الدولي النهارده واضحه وصريحه. احنا اتفقنا على برنامج النهارده هنعمل حاجه ما بيسمى زياده للشراكه مع القطاع الخاص. يعني انت النهارده هتفتح للقطاع الخاص وتدي له طروحات، هتدي له شركات. صحيح. ولا هتقفل وتعمل شكل راس مالي جديد. صحيح. يعني شكل الاقتصاد هيبقى شكله ايه؟ هتطرح شويه شركات وتخلي الناس تشتغل وتعمل مكاسب زياده، ولا هتقفل عليها وتخليها للقطاع الخاص والقطاع العام ولا القطاع الحكومي؟ ده تصور وده تصور. طح. ده ليه ميزه وده ليه ميزه وده ليه عيب وده ليه عيب. بس احنا فد من انتهجنا طريق ومشينا فيه. انتهجنا الطريق ده عباره عن ايه؟ ان الرئيس السيسي لما جه استلم البلد دي البطاله 14%.
النهارده بيسلمها او ان شاء الله بيمتد له الفتره القادمه عامل في البطاله 7%. يبقى عمل انجاز كبير، عمل مشروعات، فعمل تحقيق لطفره خلى الناس تشتغل. يعني قضى على حوالي 50% من نسبه البطاله اللي كانت موجوده. بالظبط كده. مثلا يعني. انت بقى او اي حد إن كان تصورك ايه للناس؟ ما هو الناس النهارده يا فندم لما بتشتغل هي دي ارزاق الناس. طبعا صح. هو كل الناس عايزه تشتغل، هتوفر له فرص عمل ولا مش هتوفر له؟ صحيح. هتوفر له فرص عمل، يبقى هو ده الكلام. اخيرا وليس اخرا فضل. موضوع سينا. هتعمل ايه في سينا؟ هتعمر وتكمل وتدي اراضي زراعيه للناس تشتغل وتفتح مصانع، ولا والله هتقفلها وتحط الجيش هناك ونسير حرب؟ ده حق التساؤل للي جاي النهارده داخل انتخابات. طبعا. لكن الكلام اللي احنا حضرتك بتسمعه ساعات يقول لك انا هطبع فلوس واديها للناس او مش عارف ايه، يبقى ارجو ان احنا نعمل ايه؟ اطهر بيه؟ لا لا. نوعي المواطن. والله خلي بالك يعني ان نصيبنا واسمتنا اللي جايه، مش عايزين نغلط طبعا، انزلوا انتخبوا طبعا، حط صوتك في الصندوق. صحيح. مهما كان ايجابي او سلبي حتى لا تكون يعني مثل ما يقولون تسير وراء ما هم يسيرون. تمام. بشكرك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شرفتني ونورتني. شكرا يا فندم. حلقتنا النهارده انتهت من مصر تنتخب.